فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وهذا الأمر لا يتولاه الغاغة والمتعالمون، وإنما يتولى هذا الأمر العلماء، علماء الأمة هم الذين ينظرون في هذا الأمر ويناصحون ولي الأمر فيه. وأما الغاغة والعامة وأنصاف المتعلمين فلا يدخلون في هذا الموضوع الخطير الذي يبلبل الأفكار ويشتت الأمة ويسبب سفك الدماء ونهب الأموال وغير ذلك. فالصبر على ولي الأمر المؤمن وإن كان فاسقا، صبر على ما عنده أخف من الخروج عليه، لأن الخروج عليه يسبب منكرات أعظم من سفك الدماء وتفكك الأمة وشق عصا الطاعة وتدخل الأعداء في شؤون المسلمين. فما تدخل الكفار في الأمة الإسلامية أو في الدول الإسلامية إلا بسبب تلاعب سفهائها الذين يريدون الفوضى، فحينئذ يفرح الكفار ويتدخلون بحجة الحماية لطائفة منهم. ولو أن المسلمين سلكوا المنهج الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أرشد إليه الكتاب والسنة، لو سلكوا هذا المسلك لم يكن لكافر أن يتدخل بينهم، ولا لمنافق أن يروج الفتنة بينهم.